سائل يقول: هل يكون شركا ذهابي إلى القاضي العلماني الذي لا يحكم بغير ما أنزل الله؟ إذا كنت تذهب إليه ليحكم لك بغير حقك فهذا حرام ولا يجوز. أما إن كنت تطالب بحقك ولا تظلم أحدا، وليس هناك إلا محكمة نظامية وأنت تخلص حقك، فلا بأس بذلك، لأنك ما تظلم أحد، تطالب بحقك فقط. نعم.